هاي محطة الباصات اللي واحد ينتظر باص، لأنه هسه صيف حارة تفتح الباب. يا الله، هاي معلومات الرحلة، هاي ممنوع التدخين، هاي الشاشة مع الباصات، هاي القاعدة الحلوة، وهذا التبريد رفاهية، يعني اللي يقعد هنا ينتظر الباص. طبعا هي أكثر الطبقة العاملة أو السياح اللي ينتظرون الباص. ما شاء الله، وبرا الحر، وسد الباب وراك عم تحافظ على البرودة. هذا اجى الباص مؤليه، باصات فولفو مكيفة، اوقاتها حلوة. Station is Burj Khalifa Dubai Mall. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي بنيات. The next station is بنيات Square. Banias. The next station is Banias School. المحطة القادمة هي سوق الذهب. The next station is Gold Souk.